تحت الضغط. لجينا وحبيبة، حبيبة ولجينا. حبيبة هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. تفضل تفضلي مكاني يا لجينا. لجينا، مين اللي دربك على تحت الضغط؟ كتير قوي. كتير قوي. تمام، يعني تمام. كنت بتجاوب على كم سؤال؟ نشوف الفرق بقى. لا على حسب، يعني تقريبا الأفريج متوسط من 3 ل 7. من 3 ل 7 ده أفريج بعيد قوي. ما على حسب ما انا بقول، عشان كده. طيب نشوف حبيبة. تمام، تحت ضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة الدنمارك؟ ملكي. صح. في إطار أي حرب تم استخدام الغازات السامة لأول مرة؟ حرب العالمية الأولى. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الحديد؟ 14. غلط. كوابيس بيروت هي رواية الكاتبة سورية، فمن هي؟ غادة سمان. صح. من قام بدور سعيد في مسلسل عائلة الحاج متولي؟ مصطفى شعبان. صح. كم عدد ألوان علم دولة المجر؟ 3. صح. إلى أي دول جنوب شرق آسيا تتبع جزيرة لوزون؟ أندونيسيا. غلط. محظوظ هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ حمائي. غلط. ما هي عاصمة دولة بنما؟ فلومفان. كويس كويس. انت قلتي قلتي من 3 ل 7 المتوسط بتاعهم 5. تمام، برافو عليك. حلو قوي. عايزين حبيبه تنضم لينا. كويس كويس، مع ان طبعا كان ممكن تعمل احسن من كده، انت عارفه كده كويس، ولكن 5 مش وحش. اتفضلي حبيبه. ازيك يا حبيبه؟ الحمد لله. عرفتي هي عملت ايه؟ سمعت. سمعتي. تمام، الاسئله مش صعبه، الاسئله سهله، عايزه شويه تركيز والاجابات بصوت واضح. اتفقنا؟ تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله الدنمارك؟ ملكي. صح. في اطار اي حرب تم استخدام الغازات السامه لاول مره؟ الحرب العالميه الثانيه. غلط. ما هو العدد الذري لعنصر الحديد؟ باص. كوابيس بيروت هي رواية الكاتبة سورية، فمن هي؟ غادة سمان. صح. من قام بدور سعيد في مسلسل عائلة الحاج متولي؟ مصطفى شعبان. صح. كم عدد ألوان علم دولة المجر؟ 3. صح. إلى أي دول جنوب شرق آسيا تتبع جزيرة لوزون؟ إندونيسيا. غلط. محظوظ هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ باص. ما هي عاصمة دولة بنما؟ باص. في أي رياضة فردية تحترف البطلة المصرية هانيا الحمامي؟ تنس. غلط. تفضلي. تعالي يا لجينا، تعالي هنا. 5 إجابات صح مقابل 4 إجابات صح. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الثالث، ما هو العدد الذري لعنصر الحديد؟ سؤال سهل. 26. إلى أي دول جنوب شرق آسيا تتبع جزيرة لوزون؟ انتوا الاثنين قلتوا اندونيسيا وهي الفلبين. محظوظ هي اغنيه الفنان مصري معاصر مين؟ تامر عاشور. ما عاصمه دوله بنما؟ بنما سيتي. السؤال العاشر، الرياضه الفرديه اللي بتحترفها البطله المصريه هانيا الحمامي، طبعا بطله مصر في السكواش. كلنا نحيي لجينا وحبيبه، حبيبه ولجينا. النتيجه اتغيرت. طبعا يا لجينا تقدمتي بمدرستك. لجينا كنت كام؟ 50. 50. وكم اجابه صح؟ 5. 25 نقطه، وعشان نقطة دي بقيتوا 85. حبيبه كنت كام؟ 30. 30 و4 اجابات صح بقيتوا 50. لسه المباراة في الملعب.